ندخل فورمول، نعمل ريكوبي لفورمول بشكل سريع حتى ما نضيع وقت كثير عليها. هاي الحصة هي حصة كثير مهمة هلا. اوكي، يلا صرتوا شايفين عند الشاشة انتو؟ ايه بينت. اوكي طيب، نحن راح نبلش مطرح ما وصلنا المرة الماضية. نبلش فعليا ابلكيشن بالاكسل، انه الكومنتير كتير منيح ولكن التطبيق هو اهم. راح نروح هلا على الفايل كالكول او شيت اسمه برمية تبي بالفيشي اكسل اسمه لتبي اتيديون 2021. ديجا انا فتحت الفيشي، نروح تحت على الفايل كالكول اسمه برمية تبي، ولا هاي البرمية تبي عندنا تابلو جاهز هلا حتى ما نضيع وقتنا على تدخيل الدومين. حطت له كادر وحطت كولور، نقاضي الكادر والكولور هلا بنرجع لهم بعد شوي. نشوف انه شغله سهله، نحط نحن كادر على سيف. المطلوب مني هلا جيب توتال، التوتال فيرتيكال هون هيك، وفي عندي توتال اوريزونتال. رح نبلش اول شيء كيف بدي اجيب التوتال. التوتال هي عباره عن السم لهودي السلول الكادر تبع كمية ديماستر بالنسبه لاول ليني اللي ليني نمرة الواحد. حتى اقدر اكتب فورميول على طول قلنا الفورميول بتبلش بشو؟ بايجال. بكتب ايجال. بعد ما نكتب ايجال في اكتب مباشره انا على الكيبورد شو هذه السلول اللي هون؟ اسمها بي تروا. بكتب بي تروا على الكيبورد، ولكن راح شوف هلا انه بدل ما اكتب انا بي تروا او حيلا سلول الريفرنس تبعها، بعد ما اكون انا حاطط ايجال بيعرف الاكسل انه انا بكتب فورمول. بمجرد ما اعمل كليك على السلول اللي بدي اياها انا اكتبها، ولا كبس انا هاي السلول قام كتب لي ريفرنس تبعها مباشره. دونك با نيسيسير انه انا ادخلها على الكيبورد، في انا ادخلها على الكيبورد بتاخذ وقت اكثر. هلا بعمل بلس وبعمل هلا شو؟ كليك على هذه السلول بحط لي الريفرنس تبعها. دونك هيدي فاليبل قلنا بس يكون عم نكتب فورمول. اي كبسه انا عم بكتب فورمول يلا سلول بيطلع الريفرنس تبعها هون. دونك حطيت الفورمول انا بنفس الوقت اللي عم بكتب الفورمول بهيدي السلول، بلاحظ انه الكونتينيو للسلول موجود عندي هون بهذا الفورمولا بار، بار دي فورمول، وبتعطيني هون اخر شيء في اعمل انتر من هون او اعمل انتر جوات السلول سلام ولا. دونك هلا دخلت بالسلول اسمها اف 3، حطيت هيدي الفورمول. الفورمول شو عطتني؟ عطتني فالير نيميريك 1325. هنا تجي عن شو؟ هاي الفورمول. نحن هلا قلنا كتبنا الفورمول بشكل مباشر. في طريقه ثانيه اسرع هلا نشوف انه راح تعطي نفس النتيجه. وقف الكرسر بثاني سلول وبيجي لهون على الجروب اديتنج وبختار هلا الفونكسيون اسمها سام. ولا هاي الفونكسيون سام موجوده على الاكسل ونحن بنعمل لها انسيرسيون لفونكسيون. بس نعمل كليك نختار الاوتو سام السيجما، اوتوماتيكمون هو الاكسل بيعمل لي بروبوزيشن انه شو هن السلول اللي انا بدي اعمل لهم سوماسيون. اول شيء بتطلع هون انه في عندي الاف 3 وهون الاف 3. هل هي الاف 3 اللي انا بدي اياها لوحدها؟ لا، محيها. وانا موقف الكرسر جوات البارونتيز للفونكسيون بعمل سيليكسيون للسلول اللي انا بدي اعمل لهم شو؟ سوماسيون. بس عملت لهم سيليكسيون مثل ما عملنا اول شيء هون، كبسنا على سلول كل سلول لوحدها وحطينا البلوس. بين هون وقت عملت سيليكسيون للسلول زين حد بعضهم، هو بيكتب لي اول سلول دو بوان اخر سلول بي 4 جوسكا بي 4. دونك هودي بنسميهم بلاج دي سلول، مجموعه سلول كونتيجو جايين حد بعضهم. اوكي
وتحت هون عطتني كيف لازم استخدم الفونكسيون سم. اذا جايين السلول مش حط بعضهم، حط بيناتهم فرجول. اذا جايين حط ورا بعضهم حط دو بوان بيناتهم. اوكي، وبعمل هلا فاليدي انتر. ولا عطتني هاي السوماسيون. دونك هاي كتبتها من خلال كتاب كتيبي انا مانويل، هاي من خلال اتيليزاسيون وانسيرسيون لفونكسيون سام. وفي انا اكتبها لهي الفونكسيون اذا انا بعرفها لهي الفونكسيون. في شيء مانع اكتب انا، اكتب ايجال وراها اس يو ام وافتح البارونتيز وحط اسماء السلول انا اللي بدي اياهم. من البي هون شو بدي احط انا هون؟ من البي 5 لشو؟ للاي 5. هيدي بي 5 دو بوان اي 5. يعني اذا انا عندي متعه وضيع وقتي على الكتابه على الكيبورد، في اعملها كمان تطلع مضبوطه الشغله. هلا عندي انا عده بوسيبيليتي، وفي كمان هاي الفورمولا اللي اخذتها من هون، في اعمل لها كوبي، وقف الكرسي تحت حيالله سلول بدي اكتبها، واعمل بيست. ما عملناش كوبي، مش هتعطيني كوبي ولا نجي لهون نقول له اعمل لي كوبي. بتطلع هلا شو اعطاني الفورمولا هون؟ بي 6 سي 6 دي 6 اي 6. بس ما احنا عملنا كوبي مش لهي، احنا عملنا كوبي للفورمولا اللي هون اللي هي بي 3 سي 3 دي 3 اي 3. طيب كيف حولها لحتى صارت بي 6؟ نحن هون كنا على اللين نيميرو 3، بس عملنا كوبي لهي الفورمولا على اللين نيميرو 6. اوتوماتيك ما شو عمل الاكسل، غير من البي 3 للبي 6 وسي 6 دي 6 اي 6. يعني هو غير الانديس مثل ما قلنا المره الماضيه، بس نعمل كوبي لفورمولا بهالشكل. اوتوماتيك ما شو بيعمل ساعتها الاكسل؟ موديفي ليزانديس او الانديس، بنسميها ريفيرنس ابسولي ريلاتيف. دونك اذا بيناسبني انا هي التغيير معناتها طون فيو خليها. دونك نحن بحالتنا نحن هاي الفورمولا اللي بدنا اياها. يعني لو يخلي لي اياها هون بي 3 بلس لحد الاي 3 طلعت هذه النتيجه غلط. انا بديش اعمل هون، بدي اعطيها على اللين نيميرو 6. اوكي، دونك في اعمل كوبي بهالشكل، ولكن رح نشوف انه في طريقه افضل بكثير، هي انا اخذ الفورمولا هيدي اللي انا كتبتها السوماسيون، وبيجي على البوان لهي السلول كي سي تروف اون با ادروال، بس احصل على هاي البلوس. لاحظوا البلوس كيف مبين عندي. بكبس الزر الشمال للسوري وبنزل للسلول اللي انا بدي اعمل كوبي لهي الفورمولا. ولا رح لاحظ انه بهاي الاوبيراسيون عملتها، اذا بيجي بكبس هاي السلول حطل لي سم بي 7 اي 7 فعليا على اللين اي 7 بي 7 هويهم. الاولانيه اللي هون حطت لي السوماسيون دي 4 اي 4، بقعد بعمل لي بلوس وبطلع على فوق. لو شو عملت انا بهالحاله؟ عملت ريكوبي للفورمول. اوكي، راح اعيدها مره ثانيه. هلا هيدي البلوس كثير مهمه، كون عم بعمل ريكوبي للفورمول. دونك الفورمول وقت بكون بدي اكتبها عده مرات بتزيار سلول ورا بعضهم، كانت فيرتيكال ولا اوريزونتال، راح اشوف انه المفروض اكتب الفورمول مره واحده. راح اعود اعيدها للاوبيراسيون، راح اعمل سيلكسيون لهودي، محي هون، عود الاوبيراسيون مرة تانية. ولا بدي اعمل انسيرسيون لفونكسيون اوتو سام. ولا عطتني بروبوزيسيون من البي 3 للاي 3 وعملت لي سيليكسيون لحتى اشوفهم انا، بتاكد منهم وبعدين بقول له اوكي. ولا لانه كتبت للفورمول انا، بجيب البلوس لهون وبنزلها على بقية السلول اللي انا بدي اياهم. اوكي، ولا بتاكد منهم انه فعليا هل هم هاي الفورمول اللي بدي اياها. إذا هيها معناتها طن. نجي للتوتال اوريزونتال، نفس الشيء هي ذاتها. هسه بدل ما اجي انا على الاوتو سام، ونحن فينا نروح على فورمولا، وراح لاقي كل الفونكسيون الموجودين عندي على الاكسل في مجموعه كبيره ومقسمين لكاتيجوري. في عندنا الكاتيجوري فينانسيير، في عندنا اللوجيك، في عندنا التكست، في عندنا الدات، في عندنا الفونكسيون دو ريشيرش، فونكسيون ماتيماتيك تريجونومتريك، اي اوتر فونكسيون. ولا هاودي الواحد في يدور عليهم ويشوف شو هن الفونكسيون الاكثر شيء هو بيستخدمه. ماشي، ونحن هلا بدنا نستخدم فونكسيون توتال. هي بدنا نعمل السوماسيون. السوماسيون هي موجوده هون،
اوكي في دغري استخدمها من هون وشوف شو هن، هي هي الزيادة اللي شفناها هونيك، او في استخدم الفونكسيون اللي هون اف اكس انسري فونكسيون، وبدي اقول له هلا بدي انا استخدم فونكسيون اسمها سام، بكتب اسمها بدي ما اختار الكاتيجوري مات، بقول له حط لي كل دور لي بكل الفونكسيون، وبختار اس اي ام ولا قول له دور لي على هاي الفونكسيون، اعطاني اياها للفونكسيون اس اي ام وكتب لي تحت كيف السنتاكس بدي اكتبها انا، سم بارنتيز اوفر اول رقم اول سلول حط وراها برجول انسي دي سويت، هيك بصير بعرف انا كيف بدي استخدمها ل الفونكسيون ولا اسا. وقت انا اخترت الفونكسيون سام بدي اقول لي شو هن السلول اللي بدك تعمل لهم اديسيون، يا بدخلهم سلول سلول ورا بعضهم، رح اعملها انا مره واحده، رح اقول له اول شيء اعمل لي هاي السلول، بس اجي على السلول نمبر 2 اعمل لي كمان هاي على التروا سلول نمبر 3 على الكاتر هاي السلول كاتر، واخر وحده هي السلول اللي عندهم، في يدخلهم سلول سلول مثل ما عملت انا هلا، بيعطيني الريزلتا، هاي الريزلتا نتجت عن السم بي 3 وبي 4 وبي 5 وبي 6 وبي 7 ولا انا في اعملها بطريقه افضل، بيجي هودي بدنا ندخلهم وحده وحده، منو السلول جايين ورا بعضهم، في اعمل لهم سلكشن دغري مثل ما عملنا من شوي ولا لانه نعمل اوبيراسيون ولا خلينا نصير هيك لنرجع عمل بي 5 للبي 7، لا بدنا نحن من البي 3 للبي 7 ولا هاو ياهم السلول اللي بدي اياهم، وبعمل كليك صارت موجوده الفورمول بشكل صحيح، انا علي اكتب الفورمول واعمل لها فيريفيكاسيون، مش انه يلا اترك وضلني ماشي، كتبت الفورمول هاي الفورمول بدي اكتبها على هاو كلهم سوا مظبوط، هل لازم اكتب الفورمول مرة تانية او ثالثة او رابعة؟ لا، الفورمول بكتبها مرة واحدة وبعدين بجيب البيوس هذا اللي هون انه بالزاوية اللي على اليمين تحت، وبعدين ببوس هذا الرجل وباخذها لاخر السلول اللي انا بدي اياها، الحوض اللي هون طلع غلط نشيله هون 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 ديليت، برجع هلا بما عملت ريكوبي لهي الفورمول على السلول اللي بعدها واللي بعدها، بعمل فيريفيكاسيون هل هاي الفورمول اللي انا بدي اياها ولا لا، على طول بكبس على السلول اللي انا بدي اعمل فيها فيريفيكاسيون، بتطلع على الفورمولا بار بشوف الفورمول المكتوب السوم للدي 3 للدي 7 مضبوط ولا لا، مضبوطه من هي على الدي وهي الفورمول مضبوطه اوكي. طيب هلا عملنا اول فونكسيون اللي هي السوم، اكثر شيء نحن بنستخدمه. في فونكسيون اسمها موين، كيف بدي اجيب له موين هلا؟ عادة موجودة تحت البوتون هون او الفونكسيون اللي بليز يوتيليتي ها اسمها افريج، هاي الفونكسيون اسمها افريج، نعمل كليك عليها هون او نروح على المنيو فورمولا وهون بنستخدم الافريج ولا الافريج لاي سلول، لاحظوا هي عمل لي الاكسل بروبوزيشن من البي 3 للبي 8، هل لازم ادخل انا البي 8 اللي هي التوتال مع الافريج؟ شو رايكم؟ لا لا دونك هلا انا بدي اعمل فيريفيكاسيون، بدل ما تكون البي 8 حط نوصل للبي 7 هيك رح يطلع جواب صح، وبعمل انتر ولا صارت هذه الافريج من البي 3 للبي 7 طلعت اياها، وانه بدي اكتب الفورمولا على بقية السلول شو بعمل؟ بعمل لها ريكوبي اوتوماتيك ولا، وبس نعمل ريكوبي اول شغلة لازم نعملها بنكبس حي الله سلول من هون وبنعمل فيريفيكاسيون بلكي في شيء غلط ها يا سلول يا اثنين لحتى نتاكد، لو عملنا انسرسيون للسم عملنا انسرسيون للموين هلا بنعمل انسرسيون كيف بدي اجيب الماكسيموم، كمان الماكسيموم لنعود نرجع عن الكوموند ولا الماكسيموم قلنا موجودة هون في فونكسيون ماكس بنختارها
وشو الماكس اللي بدي احطه انا؟ بتطلع البيتر ولا البينف؟ يو اخذ معه التوتال والمين، هل مظبوطة هاي؟ لا، لازم تكون من البي تروا للبي ست. بقول بعمل لهم سيليكسيون ولا حط لي من البي تروا للبي ست، بتاكد من السلول اللي انا بدي اجيب لهم المي الماكسيموم، وبعمل كليك اعطتني اياها هي الماكسيموم البي تروا للبي ست. ونفس الشيء كيف بدي اعمل لها ريكوبي للفورمول؟ من خلال البلوس ريكوبي اوتوماتيك اتوت لي سلول، وبعمل فيريفيكاسيون لحتى اتاكد انه ما في غلط بهالشغله. المينيموم سبقتها لميم شوز، بعد ما استخدم فونكسيون ماكس بدي استخدم شو؟ فونكسيون مينيموم. دونك شغلتي انا ضلني اتاكد من شو؟ من السلول، من البيتروا للقد ايه؟ يا بوقف الكرسور جوات البار دي فورمول وبكتب انا سال، او مثل ما عملت من شوي بعمل لهم سيليكسيون والنتيجه هي ذاتها. المهم انه انا استخدمت الفونكسيون مينيموم، وبعدين لحتى اعمل ريكوبي ولا بتاكد من الفورمول سي تروا سي ساد، اللي بعده دي تروا دي ساد ولا فيفي. ماشي، دونك هلا اتعلم كيف نعمل انسيرسيون لفونكسيون من خلال الاوتو سم او الجروب الصغير او الاديتينغ، او بنروح على الفورمولا وبلاقي كل الفونكسيون اللي بدي اياهم مع الكاتيجوري تبعهم، بدور عليهم وعندي هي لي فونكسيون ريسامون اوتيليزي اللي انا استخدمتهم من فتره قليله، او بقدر اختار الفونكسيون اللي انا بدي اياها واعمل لها ريسيرش. طيب هي صار عندنا التابلو جاهز وصار في عندنا فالور، في فالور كانوا موجودين كونستانت وفي فالور هودي ناتجين عن شو؟ عن كالكول من خلال شو؟ من خلال فورمول. طيب انا اذا بدي اشوف الفورمول اعمل لهم فيريفيكاسيون، في مويان تري سامبل بالمنيو فورمولا، بروح على هالبوتون اسمه شو فورمولاز، افيشي لي فورمول، وفي احصل عليه من خلال كنترول بلس هاي الكود اللي هون، كليك بس اعمل شو فورمولا. لاحظوا شو بصير عندي، بحط لي بكل السلول اذا فيها فورمول ولا ما فيها فورمول، وكونستانت كلهم بشوفهم. دونك هيك نظره وحده في انا اطلع فيهم واعمل فيريفيكاسيون. الشيء اللي كنت عم بعمل له فيريفيكاسيون من شوي انه اقبس على السلول لحتى اشوف الفورمول، هلا فيي اشوف الفورمول دفعه وحده ها، واقدر اتاكد انا فعلا كانه هاي الفورمول مضبوطه ولا لا. بس ما عادش بدي اياها لهي، بقعد بكبس على هذا الزر لحتى ما عاد استخدمه، ببين التابلو بيان كوم الفو. اوكي، واضح الشغله؟ دونك بالنسبه للفورمول فينا نكتبها كتابي مانويلمون على الكيبورد مثل ما نحن بدنا، بتاخذ شويه وقت زياده مش مشكله، بس فينا نكتبها. الطريقه الثانيه شفناها نستخدم فونكسيون ديجا موجودين بالاكسل، وهي اللي بتعمل لي هال الاديسيون او المينيموم والماكسيموم او الافريج. ها دونك هاي هسه كل واحد بيرجع، وكيف اعمل كوبي للفورمول؟ بدل ما استخدم امره بالكوبي بيست، دونك في عنا قلنا لحتى نوقف الكرسور على يمين السلول بس تبين لي بلوس، منجر يا على اليمين يا على الشمال يا طلوع يا نزول، بكون عم بعمل ريكوبي لشو؟ للفورمول. والاكسل هو اللي بيهتم بشو؟ بتغيير الانديس، انه بس انتقل من ليني لليني بيغير النيميرو، اذا انتقلت غيرت من كولون لكولون بيغير لي نو دو كولون. دونك هو بيغير الانديس ريفيرونس ريلاتيف، ولكن انا لازم اتاكد من الفورمول، مش انه بضلني ماشي ويلا خلصنا. دونك بدي اتاكد. رح نعمل اكزرسيس ثاني بنفس ال نفس الشيء اللي عملناه هلا هون، رح نروح على البري يونيتي، دونك هيدي الورقه الموجوده او الفيدي كالكول الموجوده على الاكسل اسمها بري يونيتي. هاي البري يونيتي موجوده هون، كليك عليها ولا في عندي هلا تابلو جاهز وحاطط عليه كولور وكاد وكل شيء، بس بدي ادخل شو هلا؟ بدي ادخل الفورمولا. كيف بدي اجيب التوتال هون؟ بعندي الكونتيتي وعندي البري يونيتير، مش دغري لازم دغري فز انا اقول له يلا جيب لي السوماسيون، لا مش على طول سوماسيون هي التوتال. التوتال عندي انا في كونتيتي وفي البري يونيتير، مشتري انا برودوي مشتري منه 200
200 حصه 200 حبه لك هون بدي اكتب فورمول اي قال شو الفورمول اعطيني اياها هي الكونتيتي ضرب بري يونيتير هاي التوتال البري يونيتير او الكونتيتي بكبس عليها يعطيني ب 2 بكتب فوا وبعدين البري يونيتير هالقد وانت ولا صارت عندي اياها بهالشكل هذا طب بعدين بعمل لها ريكوبي اوتوماتيك لنعمل اندو لنعيد الفورمول ايجال فوا هالسلول اللي هون عطتني اياها بيجي بعمل البلوس وبنزلها لوين لاخر سلول بدي اياها وبتاكد انا هلا انه هالسلول عطتني الفورمول مضبوطة بيتر واسيتر مضبوطة اللي بعدها مضبوطة وانسيد سويب بهالشكل كله سوا صار مضبوط ماشي حتى عطتني الفلاش في يشيلون هون الفلاش نعمل انسل هوني كابس على التوش شيفت بقدر اعمل سيليكسيون لاكثر من شغله وديليت ولا لو قدرت انا اعمل شو ريكوبي للفورمول بدي هودي الارقام يطلعوا بالنص في استخدم الالينيمو بالنص فيرتيكال وهوريزونتال لا مش عم يعطيني اياها ولا ماشي الحال اوكي كيف مشي في الابري لافيرجول حاطط ديش في الابري لافيرجول وزيرويات لانه زرويات في انا اتحكم فيهم من هون بالزيرو ريدوير لديسيمال او اوغمونتي لديسيمال وهودي شغله سريعه في اعملها من هون بقدر غير هون واذا كان في عندي ارقام مبين فيها ارقام كبيره في اطلب منه حط لي السيباراتير دي ميلي هاي الفيديو بس مش انا بحطها هو بطلب من الاكسل هو يزيدها لحتى يضل هذا رقم زيد انا حطيت فيرجول بتحول الرقم لكاركتر بس في استخدمه عمل له كالكيل ماتيماتيك ولا بس افوز على هاي هو بصير يحط شو الفيرجول وعاد حط لي دو شي فرطي الفيرجول في يشيلها ماشي لو هودي كلهم سوا في اختارهم انا من جوات هيدي الجروب اللي هون نمبر افتح الجروب اسمه نمبر او تاب هاي بسموها تاب او انجلي او فرنسي في استخدم جنرال بهالشكل في استخدم بشكل نومبر واقدر احدد من هون كومبيان دو شيفر افري لا فيرجول في يقول له انا حط لي الفيرجول كوم سيباراتير دو ميليي كل ثلاث ارقام بحط لي فيرجول لحتى يصير اقدر اقراهم بشكل افضل وفي يشيلها من هون انا وفي يحطها وفي يحصل عليها من هون نفس الشيء والدسيمال في يحددهم كمان من هون زياده اذا بدي احط سيني مونيتير في اختار كيرنسي الكيرنسي هلا بدي اختار السمبول شو السمبول اللي انا بدي احطه يا دولار او بستخدم من هون السمبول كمان في امكانيه وفي امكانيه احط على الاكونت كمان اختار سمبول بالاكونت كيم ديسيمال بدي بهالشكل هذا بتطلع سمبول موجودين عندي انا بختار سمبول من السمبول في اعمل دات في بورسنتاج في فراكسيون في تكست اكسترا دونك في اختار الشيء اللي بدي اياه انا من هون وبعدين اقول له ابليكي دفع وحده بهالشكل مش عاجبني هذا الشغل شو بعمل في شيل الزرويات في اجي لهون واختار انا اللي بدي اياه السمبول اللي المونيتير اللي انا بدي اياه بدي احطه بالايرو في احطه بالايرو ولا بدي اختار شيل زيرو ابري لا فيرجول بدي شيلها للفيرجول سيباراتير في شيلها إذا مش عم تنشال بدي أقول ارجع لهون وقول له حط لي اياها بشكل نومبر وشيل لي ولا دو شيفر ابريل ابريل دونك بدي أقول زيلة في زيلة من هون ونقي شيفر ابريل ابريل مثل ما بدي ماشي اوكي طيب عملنا هلا الاوبراسيون كلنا عرفناهم نجي للتوتال اللي هون كيف بدي اجيب التوتال عم بيقول لي هو الصم ديزيليمون اون كولون يعني كل هودي اللي هون
Donc quand on est sa'ata, ça veut dire j'ai fait appel à l'autosome. Voilà. Dihtali huwe égal au somme, j'amène les propositions. Anna bit akkad, fa'alan haw salu li baddi yehom, ok haw yehom. Nafs el shish ou ba'amène plus dal ekher. Dan aïda. بعمل البلوس ولا صارت موجوده عندي الفورمول هون وهون انا بتاكد منه لحتى اتاكد مضبوط فعليا او السلول اللي انا بدي اياها ماشي الحال للانسرشن يا دكتور اوكي كم صار في عندي شخص هلا اليوم كم واحد صرته 2 4 6 علي عبد الله ونور حمدان وجنى حجازي وريم المات وفاطمة أيوب وزهرة فارس اوكي طيب لنرجع على الدوكيمون تبعنا لو خلصنا هاي الفايدو كالكول في يونيتي راح نروح على تبي دو ان الشيت اللي اسمه تبي دو ان ونستخدم بعض الاشياء ومنها كيف نقدر نحط كادر دونك الكادر رح نعملها على الشيء كنا واقفين عليه هلا مثلا هي التابلو اللي هون حطيت له كادر اذا بنجي بنعمل برنت بريفيو هلا لنشوف كيف بيطلع قبل ما نعمل له برنت بنشوفه طالع بهالشكل هذا في كادر حواليه طيب انا في غير الكادر وفي غير الكولور بعمل سيليكسيون للشيء اللي بدي اياه ولا هي التابلو كله سوا عملت له سيليكسيون بعمل اول سلول واخر سلول وانا كابس على التوش شيفت ها نحن تعلمنا كيف نعمل سيليكسيون لكولون كيف نعمل سيليكسيون للين لبليزيور ليني من خلال التوش شيفت ولا او اذا بكبس هون على ميلة الشمال بعلم كل الورقه ولكن الورقه كثير كبيره مش لازم انا اعلمها كلها سوا الا اذا بدي اعطيها بروبريتي فورمال لكل الورقه انا هلا اللي بيهمني هذا التابلو بعمل اول سلول شيفت واخر سلو طيب لحتى اقدر احط عليها كادر بيجي لهون هذا البوتون اللي له علاقه بالكادر بوردور ولا بختار شو نوع البوردور اللي بدي اياه اذا هالبوردور انا بدي احطه على كل السلول بختار اول بوردر بدي اشيله لهالبوردور بقول نو بوردر ولا مشيل البوردر ما عادش عندي بوردر نهائيا اوكي اذا بعمل برنت بريفيو ما عادش في بوردور حواليه تريك لاحظوا صار تابلو بهالشكل وفي الوان. دونك انا في حط الكادر وفي شيل الكادر على اي سلول اللي بدي اياهم. دونك في انا كبسه زر هلا ورجع شو البوردير اول بوردر ولكن انا بدي اختار هلا شو بوردير واقدر انا اتحكم فيها مثل ما بدي. دونك في اقول له هلا مثلا على دير من دار اوتلاين بختار احط اللي هي دوبل كادر. ولا عمل لي دوبل كادر شو اونلاين اوتلاين الانسايد في يقول له لا اعمل لي شو تري عاديه واعملها انسايد دونك صار دير من دار دوبل كادر وبالنص شو اعمل ولا دونك في اكبس على كل وحده لوحده انا وعود حطها مره ثانيه دونك في اختار اعمل انا مثل ما بدي هالبوتون اللي هون بيحددوا لي شو هو الخط اللي انا بدي اشيله ومن هون في حدد قديش التري شو نوع التري اللي بدي احطها وفي اختار حتى الكولور شو الكولور اللي بدي احطه انا بهالحاله هات لناخذ كولور مثلا موف للكادر للاوتلاين وللداخل طب نجي للاوتلاين نقول نرجعها دوبل كادر اوتلاين وهيدي ظلت هيك ونقول له ابليكي بنشوف انه هلا بس نعمل برنت بريفيو ونشوف كيف يبين الكادر طيب بين الكادر تبعي بهالشكل هذا ولا لا دونك الكادر سي تري سامبل بديش كثير الواحد بيعمل سيليكسيون للسلول اللي بده اياهم انا عملت كلهم دونك بدي اعمل مثلا هودي اعطيهم كادر يكون لوحده ولا كمان بختار هلا مور وبقدر احدد انا ولا دونك هيدي انا عامل سيليكسيون لاول ليني اول ليني بدي اول ليني تكون هيدي دوبل كادر بعملها دوبل كادر والنصانيه رح خليها كادر عادي
وراح شيل الكولر بدل ما تكون كولر من هذا النوع راح اعملها كولر روج عود اعملها بهالشكل وتن الصينية نفس الشيء بس بعملها شو سام ولا صارت عندي بهالشكل احمر وتري عادية بالنص لو في انا اعمل كادر حي الله سلي اللي بدي اياهم وحط الكادر اللي بدي اياه بالنسبة للكولر ست رسام في الكولر ما فيش اهون منها لو بعمل سيليكسيون للسلي اللي بدي اياهم وبيجي لهون على كولر دي رومبليسال بختار الكولر اللي بدي اياه بكبسة زر بصير الكولر جاهز عندي لو شغلي كثير سامبل ابديش كثير ولا راح نروح على تبي دو ان ونشتغل على الالينيمو كيف نقدر نكتب نحن على فيزيور ليني كيف نقدر نكتب نحن تكست ولكن تكون السايز ادابتي على لارجور دي سيلول وكيف نزيد سيني مونيتير كمان بالسيلول دونك تي بي دو ان فوالا هاي الفاي دي كالكول تي بي دي شو عم يقول لي هون اول شغله بدي اطلع انه هون في عندي الانتيت للكولون مكتوب على بليزيور ليني لحتى اقدر اعمل هاي اون بليزيور ليني لازم يكون كابس على الوراب تكست هاي الريتور اوتوماتيك على ليني اذا بشيلها لاحظوا كيف بتصير الشغله بتصير كتابي بهالشكل بس انا كاتب جوات السليل كل هاي لكن بس مش مبينه لحتى اقدر انا اكتبها على بليزيور ليني اول شغله لازم كبر الفوتور لها يصير في عندي بليزيور ليني ولا صارت كبيرة هسه بعدين بكبس على السلول وبكبس شعطة بقول له اكتب لي اياها اعمل لي ريتور اوتوماتيك على لين يعني بس يكتب توصل كتابي لاخر السلول اوتوماتيكمون بتنزل على السلول الثاني ماشي دونك يا بعملها وراب تكست الثاني اللي هون لاحظوا هاي عاملها انا شرينك تو فيت دونك اذا بكبر اللارجر للكولون بتلاقوا السايز تبعها كبرت اذا جيت صغرت الكولون بلاحظ الكلمة شو السايز تبعها عم تصغر يعني عم خليها تصير بروبورسيونيل للارجر كيف بدي احصل عليها هيدي بفتح البوات تبع التاب اللي اسمها الينيمو وهي شرينك تو فيت اذا بشيلها من هون بترجع كتابي عادي نورمال بهالحاجه لهالحاله لحتى انا خليها تبين كلها سوا مجبر شو بدي اعمل بدي اكبر اللارجر طيب اذا انا بدي اطلع التابلو كله سوا على ورقه وحده يعني مش لازم اكبر كل الكولون لو برجع لهون انا وبقول له اياها اعمل لي اياها الشيء تو فيت والمرج سيلز موجوده هون ولا اعطاني اياها بهالشكل هي اول شغله الشغله الثانيه بالنسبه للانتيت للكولون بما انه كلهم اعطيهم انا نفس الفورمات بعملهم سيليكسيون كلهم سوا بقدر احدد انا السايز مثلا اعملها سايز 12 كلهم سايز 12 بدي احطهم بولد في احطهم بولد بدي اعمل سنتراج في اعملهم كبسه وحده تصيروا كلهم عندهم نفس الفورمات يعني ما اجي اعملهم سلول سلول اذا كلهم عندهم نفس الفورمات بعمل لهم سيلكسيون كلهم وبعطيهم الفورمات كبسه وحده ماشي والكولر نفس الشيء اذا بدي اعطيه كولر مميز بنيجي هلا لهي السلول اللي هون لاحظوا محطوط حتىهم دولار طيب كيف بدي انا احط بهي السلول سيني مونيتير انا ما في اكتبها لاحظوا بس اكبس هاي السلول كتب 345 اذا انا زدت الدولار هون معناتها عم زيد كاركتر بيتحول الفالور نيميريك لشو لتكست بس انا بدي اطلب من الاكسل هو يزيد لي سيني مونيتير لحتى يضل هذا فالور نيميريك واقدر استخدمه بفورمول ماتيماتيك دونك لحتى اعمل سيني مونيتير بختار من هون او بختار كورنسي ولا وبار ديفو بيختار لي الكورنسي اللي بدي اياها اوكي راح ارجع لهون ولا واختار اخترنا كورنسي شو السمبول انا مونيتير اللي بدي اياه في عندكم اللي بدكم اياه انتم هات لنا هون الاي تبع الصين نيوان بحط لي اياها بدي غيرها بيجي لهون ولا بختار الايرو حط لي اياها بالايرو بدي كل هالسلول يكونوا بالايرو شو بعمل؟ نحن في عندنا شغله بس لأذكركم فيها هي الفورمات بينتر الفورمات بينتر شو بتعمل؟ تعمل كوبي للفورمات يعني انا هون حطيت فورمات على هاي السلول اكتب لي اياها بالنص وحط لي ايرو عليها
بيجي بعمل فورمات بينتر، بياخذ الفورمه اللي حطيتهم انا هون وبقول له هلا حط لي اياهم على هاو السله اللي عملت لهم سيلكسيون. لاحظوا شو بصير، صاروا مثل هاي ولا لا؟ ولا بقول بعمل هاي مره ثانيه فورمات بينتر وبقول له حط لي اياهم على هاو السله. دونك هي طريقه كمان سريعه انه بحدد الفورما على سلول لحتى اتاكد منها هاي اللي بدي اياها، بعدين بعمل كوبي للفورما من فورما بينتر وبعمل سيلكشن لبقيه السلول بياخذوا نفس الفورما. ماشي، هاي اول شغله. الشغله الثانيه بدنا نشتغل على الكوميسيون. الكوميسيون هلا حاطط انا بسلول 25%، كيف بدي اجيب الفالور دي لا كوميسيون؟ عم بيقول لي الكوميسيون هي 25% دي توتال، دونك سي اون فورمول. ما بيجي بكتب انا 25% لتوتال، ما في توتال، ما في شيء عندي فالور نيميريك، بدي احولها لسلول. بحط ايجال 25، وين حطيت انا ال 25؟ مش بهي السلول، بكبس عليها. بدل ما اكتب 25 بكتب وين موجود ال 25؟ فوا الاتوال التوتال، هي التوتال اللي انا بدي اياه على لين نيمرو 6، وبعمل انتر. طلعت النتيجه ولا لا؟ هي الاي 3 جاب مع شو؟ دي 3. هسا اذا جينا لنحن بنكتب الفورمول هون، فينا نعمل لها ريكوبي لهي الفورمول ولا لا؟ مش هيك تعلمنا نحن؟ نعمل البلوس وبننزلها لهون ولا؟ في اشياء طلعت معي ملفت للنظر. اول شغله الزيرو، ليش طلع زيرو هون مع انه التوتال هو 350؟ ليش طلعت زيرو؟ يلا مين بده يساعدني هلا؟ ليش طلعت النتيجة هون بالسلول زيرو؟ معي انتو؟ في حدا معي؟ ايه. ليش طلعت زيرو هون برأيكم؟ طيب الفورمول اللي قبلها بهالسلول، شو الفورمول هون؟ مش عم نقول هي E3 فوا D6، الـ E3 هي هاي، الـ E3 باردون هي هاي 25% ضرب D6 هي هاي، ضربوا بعضهم طلعت 123.75. طيب هون شو لازم تكون الفورمول بالسلول اللي تحتها؟ مش لازم تكون هي D7 فوا E3؟ شو كتب الفورمول هو؟ حط دي سات مضبوطة بس ضربها بشو؟ بالاي 4. نحن لازم نضرب بالاي 3. الاي 4 هي اللي هون، هي اللي هون معناتها ستين سلول فيد. قلنا السلول فيد شو بيعتبرها الاكسل؟ الفالور تبعها زيرو، ضرب الزيرو بهي طلعت. دونك ليش اجت عندي هاي الشغله؟ نحن قلنا بس نجي نعمل ريكوبي لفورمول من خلال البلوس او من خلال الكوبي بيست، اوتوماتيك مو شو بيعمل الاكسل؟ بيغير الانديس. بما انه نازل على نفس الكولون، الاي 3 على السلول اللي تحتها بتصير اي 4، على السلول اللي تحتها لاحظوا شو بتصير؟ اي 5. السلول اللي تحتها شو صارت؟ اي 6. وين الاي 6 صارت؟ الاي 6 يعني هي، يعني عم بقول له اضرب لي الفالور 750 بهي، بس هو مش لازم يضرب بهي، لازم يضرب بهي، مظبوط؟ لو هون اعطاني زيرو، لا، لانه ضرب بالاسد. شو في بالاسد؟ الاسد طلع فيها زيرو، صارت زيرو. لو نحن هلا بننتبه لشغله، انه اذا في عندي فورمول وبدي اعمل لها ريكوبي وممنوع يغير بسلول محدده مثل هون الاي 3 لازم تضل اي 3، بيجي لهون على الفورمول وبحط قدامي علامه الدولار. اوكي، بس حط علامه الدولار قدام ال 3 معناتها حولت هاي الريفرنس لريفرنس بنسميه ابسولو. ابسولو معناتها فيكس، ممنوع يعود يغيره بالاكسل. دونك في حط الدولار قدام النيميرو دوليني، في حط قدام الكولون، وفي حطهم على اثنين سوا، وفي يشيلهم مثل هون الديسات مش حاططها. دونك اذا كانت مكتوبه هاي بكون عم نعمل ريفرنس ريلاتيف، بس حط دولار بتصير ريفرنس شو؟ ابسولو على الكولون. طيب نحن فينا نستخدم الشغلة بدون ما نكتب الدولار من خلال التوش، الفونكسيون اللي اسمها اف 4. اذا بيجي بكبس على التوش اف 4 لاحظوا هو بزد الدولار اول وحده، كبسه ثانيه على الاف 4 بيشيلها، كبسه ثالثه، كل ما اكبس كبسه بيختار وين يحط لي شو؟
الدولار. دونك انا في اختار السيلول اللي بدي اياها وحط الدولار لازم ينحط. دونك انا لحتى تطلع الفورمولا الصحيحه معي شو لازم اعمل؟ قول له على طول هيدي السيلول ما لازم تغير لي اياها. اوكي، وبرجع هلا بعمل ريكوبي للفورمول، هو اللي كتبتهم ما بمحيهم، هون برجع بعمل ريكوبي، بس اعمل ريكوبي الشيء اللي كان مكتوب سابقا بيروح وبيحل محله الشيء اللي اجى جديد. ولا بتطلع هلا مشي الحال ولا لا؟ بتاكد منه على السيلول اللي هون حط لي او دولار تروا ما غيرها يعني، ولكن ضرب بالديسات اللي هي هون. السيلول اللي تحتها شو صارت؟ او دولار تروا فوا دي ويت يعني مضبوطه. اللي تحتها او دولار تروا دي نوف، وهي اللي هون شو كمان او دولار تروا. دونك اذا في سيلول مش لازم تتغير ساعتها شو بعمل؟ بعمل ابل، بحول الريفرنس تبعها لريفرنس ابسولي، يعني بحط دولار قدام الشغله اللي مش لازم تتغير لحتى يرجع على السلول اللي انا حاطط فيها فالير وبدي استخدمه بالكالكول. وضحت هاي الفكره؟ ولا طيب هون كتبناها وعملنا البلوس، في ضروره شيء يحط قدام الدولار؟ انا هون ما زال جاي على الكولون، انا عم بنزل من ليني لليني عم ضلني على نفس الكولون، يعني الاو عم بتضل اي، يعني حطيت دولار هون وما حطيت دولار شو؟ شيء زادة؟ بره هي زادة. دونك انا اللي عم بيعمل لي مشكله انه كان عم بيقول بدنا نحط اي 3 كان عم بيحط اي 4 اي 5 اي 6 اي 7 وهي هودي الفالير ما فيهمش فالير اللي بدي اياهم، انا بدي بهي الفالير الموجود هون. اوكي؟ شو اهميه هيدي انه نستخدم نحن ريفرنس ابسولي؟ يعني اذا طلب مني هلا قول لي بدل 25% بدنا نغير البرسنتاج، بقول لي اعمل لي اياهم 20%، بيجي على هي السلول بحط 20% وبعمل انتر. بمجرد ما اعمل انتر بتلاحظوا انه تحت الفالير كلهم هاو تغيروا ولا لا؟ تغير. ولا لو انا كاتب الفورميل هون بهي السلول انه مش حاطط اي تروا حاطط 25%، ما كنتش مجبر بدي اعود غير بهي الفورميل وعود اعمل الفلوس وغير بقيه السلول كلهم سوا؟ دونك من الافضل اذا في عندي فالور كوميسيون عارف انا ممكن هي الفالور يتغير بحطه بسلول لوحده، بكتب الفورمول بدنا استخدم فالور نيميريك كونستانت 25%، بقول له روح جيب الفالور الموجود بهي السلول وانا حاطط قيمه الكوميسيون. ماشي؟ ولا دونك هي في غير انا بهي السلول اوتوماتيكمون وين مستخدم انا هي السلول بيتغير الفالور مباشره. طيب في عندنا شغله هلا كلمه كوميسيون، ملاحظين انه اذا كبست هي السلول لاحظ انه جاي عاد 1 2 3 4 سلول، كيف اعملها انا بهالشكل؟ لاحظوا بس كبست عليها عطت لي انه انا كابس على مارج اند سنتر. دونك نحن تعلمنا كيف نعمل مارج او فيزيون لبليزيور سلول. دونك راح اعمل لكم الاوبراسيون، اكبس عليها لحتى الغيها، لاحظوا رجعت سلول عاديه، بيجي بعمل سيليكسيون الكوميسيون لا السلول الرابعه لهون وبكبس على المارج اند سنتر كليك، بيحول لي هول الاربع سلول حول لي اياهم لسلول وحده. نفس الشيء هون بالفونت، ما انا محول كل هول السلول لشو؟ لسلول وحده، عامل لهم فيزيون، جمعتهم بسلول وحده. بلغي هلا الشغله وبرجع هلا بعمل الفيزيون، بس اتونسيون بدي اعمل قدامكم الاوبراسيون، مرات كثير الواحد بيستهون وبيعمل سيليكسيون لاول ليني وبيجي بيكبس على مارج سنتر، بيلاقي كلمه فيزيون مش مبينه، لا لانه قديش في عندي كم عندي كولون بالشيت؟ في عندي عدد هائل من الكولون، ليك قديش في كولون؟ يعني بدي اروح انا بدي كم كولون لحتى اقدر اشوف هذه الكلمه اللي كاتبها انا هون. ولا في عدد هائل من الكولون بعدني عم بمشي لك وين صرت؟ وبعد ما شفتهاش وين جاي بالنص كلمه فون. دونك بدنا ننتبه انه ما نعمل سيليكسيون لهون. طيب كيف بدي ارجع هلا على السلول الاولانيه لا ولا؟ قول له رجعني على الاي هاي الاي او على البي اي، خلينا نروح على البي اي صارت سلول وحده كبيره.
Voilà. رجعنا على السلول. دونك نحن هون هيدي عملنا غلط انه عملنا سيليكسيون لكل الليني وعملنا ميرج. نعمل منشيلها للميرج سيل وبنرجع هلا نعمل سيليكسيون من هون لحد هون. بس هودي السلول على قد التابلو اللي عامله، وساعتها انا بعمل شو؟ ميرج سيلز بهالشكل. وفي اكتب هلا في كبر الهوتير واكتب هلا الينيمون اغوش ادروات مثل ما بدي. هسا بينه هي تدير وحطوا السونتر بهالشكل اوريزونتال اي فيرتيكال. ماشي الحال؟ بالنسبه للكادر حكينا عنه. نجي هلا للاوغمونتاسيون. دونك هي عاملها شرينك تو فيت كمان. شو الاوغمونتاسيون؟ عم بيقول لي هي الموا 2 ناقص الموا 1 ديفيزي بار موا 1. طيب انا بدي احولهم لسلول، ما في اكتبهم هيك ماتيماتيك من خلال اسماء. دونك بدي احولهم ايجال الموا 2 هي هاي الموا 2 ناقص موا الموا 1 ديفيزي بار شو؟ الموا 1 هاي الموا 1. دونك وبعمل شو؟ انتر. شو طلعت؟ طلعت 149. مضبوط الفورمول ولا لا؟ في سي سيس موان بي سيس على بي سيس. مضبوط الفورمول؟ الاوغمونتاسيون من 345 لل 150 طلعت 149. في اوغمونتاسيون ولا لا؟ في ديمينيسيون هون. الفورمول غلط لانه حاطط بيسيس على بيسيس، بيسيس على بيسيس بتطلع سيسيس موانزا بتطلع هون عندي 150 ناقص 1 طلعت 149. الفورمول فيها غلط. ليه؟ لانه مش حاطط بارنتيز. انا بدي اقسم شو؟ الفرق بيناتهم الموا 2 ناقص الموا 1 وبدي اقسم الكل على الموا 1، ساعتها بتطلع الفورمول مضبوطة، طلعت موان 0.57%. طيب هلا كتبت الفورمول وخلصت، شو بعمل؟ بعمل البلوس وبنزلها على بقية السلول اللي أنا بدي إياها. بتأكد من الفورمول مضبوطة هيك ولا لا؟ مضبوطة. سي سي سموان ديليس على لينين ديليس صح. هي بالنسبة للأوغمونتاسيون. طيب للبريفيزيون. طيب إذا عندي شهر موا 1 موا 2 وعم بيقول لي شوف لي بالشهر الثالث شو ممكن بيع أنا. البريفيزيون بتقول لي هي الموا 2 بحط ايجال بدي اكتب فورمول الموا 2 هاي الموا 2 بلس زيد عليها الاوغمونتاسيون اللي انت سجلتها خلال الشهر الاول والشهر الثاني ولا اف 6 فوا الموا 2 هاي الموا 2. دونك كنت في احط انا سي 6 فاكتور ان بلس اف 6 خلص تمشي الحال. ماشي الحال نفس النتيجه. دونك بريفيزيون عم بيقول لي ضليتك ماشي بنفس الشيء اللي صار بين الموا 2 والموا 1 في عندك ديمينيسيون هالقد، معناتها الشهر الثاني كم راح يصير عندك ديمينيسيون. وبعمل البلس وبنزل على بقيه السلول. ماشي؟ ولا هودي الفورمول انا بعطيكم اياهم، مش انتم بدك تخترعوهم او تفكروا فيهم، مش مطلوب انتم تفكروا فيهم. طيب سؤال هلا، لاحظوا لي هون مثلا هاي السلول اللي هون من هون لهون عليهم كادر، كيف بدي اشيل الكادر على هودي؟ هات لنشوف. كادر. أول طريقة شيل الكادر والكولور. دونك في أعمل كليك على هاي السلول وأعمل فورما بانت وبيجي بعمل سيليكسيون لهاي السلول كلهم سوا. ولا شو لاحظوا؟ صاروا مثل هاي السلول ولا لا؟ الفورما بانتر كثير مهم الواحد اذا بده يعمل سلول مثل سلول ثاني دغري، بياخذ الفورما عن سلول وبيطبقها على سلول ثاني مباشره. طيب نيجي للموين، رح نعيد الموين. مرقت معنا الفونكسيون شو اسمها؟ افريج. بنقول له افريج وبعدين بيسيس للبيديس هي اياها. اوكي ونعمل البلوس
ومنجرها للآخر لحتى نعمل ريكوبي ومنتأكد من الفورمول هل فعليا مضبوط ولا لا مضبوط. هي هالفورمول بنجي للماكسيموم بنعيدها مرة ثانية لحتى الكل يحفظها. ماكسيموم بي 6 للبي 11 بدي للبي 11 ولا للبي 10 بس؟ بوقف الكيرسور هون بحط بي 10 لأنه إذا أخذت البي 11 معناتها أخذت المويان معه. نفس الشيء بلس للآخر وبتأكد من الفورميل هل هي الماكسيموم جي 6 للجي 10 مضبوط. المينيموم هي الفونكسيون مين؟ للبي 12؟ لا مش للبي 12 لقد ايه؟ للبي 10. دونك انا مش لازم ضلني انا اعمل ريكوبتي وشو ما بيعطيني الاكسل اقول له اوكي ضلني ماشي. هاي شغله مش مضبوطه ولا مش انا فعليا اللي عم بدير الشغله. وبتاكد الفورمول من الاي سي في اي دي. واخر شيء نمبر دو سيل هي الفونكسيون اسمها كاونت. الفونكسيون اسمها كاونت اذا مش موجوده هون مش موجودة بلا موجودة هون. إذا مش موجودة ساعتها برجع على الفورمولا وبختار هلا الكاونت وين موجودة أو بختار الـ FX وبقول له هلا بدي استخدم الكاونت. هلا عطاني الفونكسيون في عندي كاونت وكاونت أوت ودي كاونت وكاونت إف في عندي عدة فونكسيون بس الكاونت هي كاونت ذا نمبر أوف سيلز إن أي رينج ذات كونتين نمبر. عم تعد لي إياهم كيف في عندي سلول. قول له اوكي هيها شو هن السلول اللي بدي اعمل لهم انا كاونت؟ من البي 6 للبي 13؟ لا من البي 6 للقد ايه؟ للبي 10. وقف الكرسير هون وبمحي التروا بحط بي 10 ولا عطتني قد ايه؟ 1 2 3 4 5 ولا وبعمل البلس وبجرها للاخر كمان نفس البلد. ماشي الحال؟ دونك هون الشغله المهمه بهذا التابلو بالتي بي 2 ان انه استخدمنا كوميسيون وهالكوميسيون اللي تزبط معنا استخدمنا الدولار. دونك هي شغله كثير اساسيه انه انا اقدر اكتب فورمول وامنع الاكسل يغير لي السلول اللي انا حاطط فيها فالور لازم يرجع عليها للسلول وياخذ الفالور اللي فيها. دونك هي شغله كثير مهمه بالنسبه للريفرنس absolute. absolute يعني فيكس ممنوع يغيرها الاكسل. وكون حاطط لكم اياهم انا بهالشكل هذا كومنتير بتقروهم على قله ما مهلكم وتطبقوهم. دونك نحن عملناهم لهو كلهم سوا. بالنسبه للمنيو باج لاي اوت كيف نحط الجريد لاين شفناهم المره الماضيه الاونتيت للكولون الأ والبي والسي فينا نخفيهم فينا نفرجيهم. دونك راح نروح هلا لنعمل اكزرسيس ثاني على ريفرنس ابسولو دولار. راح نروح على تي بي ان ونعمل كالكول للبورسنتاج. الكالكول للبورسنتاج كثير مهم كيف نحول كولون لبورسنتاج. فوالا دونك هذا التابلو جاهز عندي وبدي انا اعمل كالكول للبورسنتاج. قبل ما اجيب البورسنتاج لازم اجيب التوتال. كيف بدي اجيب التوتال؟ هون هي السم هاي الفالور مع هاي مع هاي. يا بعمل اوتو سم مباشرة من هون او بكتب الفورمول عادي هي زبا. دونك اوتو سم اسرع. دونك شو هي السلول اللي بدي اعملهم؟ بعمل لهم سيليكسيون ولا من البي 5 للدي 5 اوكي وبعدين بعمل البلس وبنزلها لوين؟ للاخير. صار عندي هلا السم. لجيب البورسنتاج لازم جيب السم توتال لكل هو. كيف بدي جيب السم توتال لكل هو؟ دونك بعمل اوتو سم من الاي 5 للاي 6 فعليا هوية هون السلول اللي بدي اياها هون هوية هون. ولا صار معي هلا. هسا انا وقت بدي احول لبورسنتاج معناتها انه هون بدي اخذ بدل ما اخذ هي الفالور 18913 بدي احط محله 100 هي معناتها بورسون. إذا أخذت محله 100 شو بيصير هاي الفالور اللي هون؟ بعمل الراجل دو تروا إذا بتعرفوها يعني الإكس اللي بتجيبها هون هي هاي الفالور ضرب 100 اسم التوتال جنرال. راح أكتب الفورميل هون إتيجال السلول اللي هون بدي أضربها ب 100 وبدي أقسمها على شو؟ على التوتال جنرال.
17 وبعمل انتر ولا طلعت البرسنتاج يعني هاي طلعت برسنتاج لها اوكي هسه بيجي بعمل البلس وبنزلها لتحت اوه ما ادري شو اعطاني في اشياء اعطاني اياها ديفيزيون بار زيرو اعطاني في عندك مشكله بفالير منوش فالير قلنا هودي لازم نعرف شو المساج ده طيب لنجي للسلول الثاني ليش اعطاني ديفيزيون بار زيرو هات لنشوف شو الفورمولي اللي انا مكتوبه بها السلول مكتوبه او 6 فوا 100 وين هي الاو 6 هيدي الاو 6 اللي هون ما فيهاش زيرو يعني مش جاي منها فوا 100 مش منها بس عم نقسم على قد ايه الاو 18 وين هي الاو 18 وين هي لك وين هي بالاحمر عطني اياها بالاحمر هل لازم نقسم نحن على الاو 18 ولا على الاو 16 ادي السات بس نحن وقت اللي كنا كاتبين الفورمول هون قبلها بالسلول اللي قبلها كنا كاتبين ادي السات مزبوط بس ليش هو حولها ل ادي زويت لانه نحن عم نعمل ريكوبي على الفيرتيكال دونك الاو 5 عملها او 6 نجت لهون فعليا انا هاي اللي بدي اياها بس الادي السات يعملها ادي زويت يعني نزل من هون لهون بس اذا بيجي لتحت الاو شو صارت هون؟ اي سات ولكن اي ديز ناف صرنا هون تحت يعني هي عم يزيد واحد واخر وحده اللي هون حط لي شو؟ اي ساز مضبوط هي الاي ساز ولكن اسمع على اي 28 اوه تحت هل مضبوط هذا؟ مش لازم اقسم انا على هذا الرقم اللي هون هو التوتال جنرال دونك في مشكله دونك شو لازم اعمل؟ برجع على اول سلول ومطرح الاي دي سات شو بحط؟ دولار ديسات ريبيان وبعمل هلا اوكي بمنعه يغير لي الديسات يعني هلا وبعمل ريكوبي للفورمول لتحت وبلاحظ شو طلع عندي هون اخر وحده طلعت 100% اذا ما طلع 100% معناتها في غلط بهالكالكول تبعي يعني انا هيك توتال اخذته حطيت معه اذا حطيت 100 محله شو بيصيروا هاو الفالير اللي هون نسبة للمية هاي بتطلع 9.25 اكسترا اذا بدي غيرهم انا هودي وعلى النومبر دو شيفر ابري لا فيرجول لانه البورسنتاج مرات بدنا نتعامل مع الشيفر ابري لا فيرجول اذا شلنا الفيرجول لنشوفها بهالرقم هذا حطها عدد صحيح بورسنتاج وبدي شيل عليها علامة الدولار بيجي لهون بختار نومبر عادي او جنرال ما فيهاش اي شيء وبختار شل لي الفيرجول دونك هاي بقراها 9% البورسنتاج هاي 8 هاي 9 اكسترا بهالشكل هذا ماشي الحال هذا راح عليها الاصفر فينا نجيب الاصفر دغري من هون او نكبس على هاي السلول نعمل فورمر بانتر ونقول له اعمل لي هاي السلول مثل هاي ولا واذا بدي بقعد برجعها اكتب لي اياها بالنص. دونك هيدي البورسنتاج فينا نحول اي كولون اللي بدي اياه لبورسنتاج، دونك اول شغله لازم اجيب التوتال جنرال. طيب هلا التوتال جنرال بما انه جبته انا هون في اعمل له ريكوبي لورا هيك لاعمل توتال لهودي؟ ما هي السوم من الاو 5 للاو 6 يعني هولي السلول اللي قبلها. هي اعمل البلس ورجعها لورا لاحظوا. دونك نفس الشيء سوم بي 5 بي 6 دونك قدرت اعمل السوماسيون لهودي بدي اعمل الموين في يجيب له موين هلا انه عطيت السوم باردون دونك راح نحيا لهي الفونكسيون واختار هلا الموين الفونكسيون افريج ولا ما عطتنيش اياها شو القصه لا فونكسيون افريج ولا للبي دي سات فيها غلط للبي دي سات للبي قديش لازم اوصل للبي ساز بنعمل انتر بنرجع بنكبس عليها هذا الفورمول وبنعمل للاخر طيب هون طلع لي شو؟ ديفيزيون بار زيرو ديفيزيون بار زيرو ديفيزيون بار زيرو
نفس الشيء هون، هي الفورمولا اللي كتبتها انا هون، هي عملنا بها الشكل وجيبها للاخر، في جيبها للاخر تطلع غلط، بس بانه هي الفورمولا ديفيزيون بار زيرو، ليه؟ لانه عم تجيب الافرج لكل هولي هون، بما انه فيش اي فالير اكيد عم تعطيني زيرو، دونك في محيون انا وفي خليهم، بس يصير في فالير هون شو بيصير عندي؟ تعطيني الفالير اللي هون، لمحيون له السلول بعمل لهم سيليكسيون، يا بيجي على الكلير هون وبختار كلير كونتنت، واذا بدي محي كل الفورما بعمل كلير فورما، واذا بدي محي كل شيء الفورما مع الكونتوني بختار كلير، واذا في كومنتات ولا شلت الفورمي من هون. هلا بدنا نتعلم شغله اساسيه ومهمه جدا غير الريفرنس ابسولوت الدولار، هي عم بيقول لي هلا بنستخدم ريزلتا افيك اف، في عندنا فونكسيون لوجيك اسمها اف، هاي الاف بنستخدمها بهالطريقه، على طول كل فونكسيون الى بارونتيز اوفير بارونتيز فيرمي، وجواتها بنحط شو هن السلول او شو الاشياء اللي لازم تعملها الفونكسيون، في كونديسيون لازم نحددها، هاي الكونديسيون عم بيقول لي سي لو توتال سوبيريور ان سي، السي حاطه انا هون بسلول، حط الفالور تبعه للسي بالسي 21 ولا اذا بكبس هاي السلول بتطلع سي 21 هي السلول الموجود فيها السي، اذا كان التوتال اكبر من السي بيقول لي اعمل لي افيشاج لبرافو، دونك هون كونديسيون يا بتكون فري يا بتكون فوس، اذا فري بكتب شو لازم يعمل واذا فوس شو لازم اعمل، دونك هون عم بيقول لي مطرح الفري اكتب لي برافو مطرح الفوس اكتب لي شو ايش هيك، دونك نشوف كيف بدنا نستخدمها لهي الفونكسيون اف، كثير مهمه نعمل ابل للفونكسيون لوجيك اللي اسمها اف موجوده هون، بيفتح لي الفنتر شو هي التست لوجيك؟ عم بيقول لي اذا التوتال اكبر من السي، وين موجود التوتال؟ بكبس على السلول E5، اكبر من التوتال بستخدم بلو جران بلو بيتي و انفيريور و سوبيريور هي ديفيرون، وبعدين في عمل سوبيريور ايجال و انفيريور ايجال، عم بيقول لي هلا اذا سوبيريور و ايجال رح احط الايجال نتعلم كيف نعمل الايجال، ايجال اشو؟ على فالير دي السي، بكبس وين موجود السي، مش بكتب 1500، اذا كتبت 1500 وبعدين بدي غير هاي السي بدي اعود غير كل الفونكسيون اللي حطيتهم هون، مثل تبع البورسونتا او الكوميسيون اللي عملناها من شوي، بحطها بسلول وبستخدم السلول، واذا بدي غير السي بغير هاي الفالير والسلول هون يكون لهم بيظلوا هن ذاتهم، دونك هاي الكونديسيون. طيب الكونديسيون طلعت فري بالنسبه لها 1750 فعلا اكبر من 1500، شو عم بيقول لك تو؟ اكتب لي كلمه برافو ولا هسه بس انزل على الفاليو اي فولس، اذا كانت غلط لاحظوا كيف زاد عليها القيمه، دونك انا يا بكتب القيمه انا او بعتمد عليه هو حتى يزيد لي القيمه بصير اهون علي، وهون ايش هيك؟ في حاله كانت هاي الفونكسيون هاي الكونديسيون مناش فري يعني فولس بقول له اكتب لي اشيك، بقعد بنقل الكرسر لهون لحتى يزد لي القيمه على اليمين وعلى الشمال لانه هي تكست، اوكي؟ وبعمل اوكي، ولا كتب لي برافو. دونك من خلال هاي الفونكسيون اللي حطيتها، دونك انا في اعمل بدون ما اعمل ابل للفونكسيون لوجيك اللي اسمها اف، في انا اكتبها دغري ايجال اف بارونتيز اوفير واكتب هودي مباشره اذا صرت انا ضليع بهالشغله. بس بانه بعمل ابل الى بكون اسرع. وباخذ البليس هلا وبنزلها لوين؟ لتحت. طلعوا كلهم برافو. ليه؟ كلهم برافو ما فيش ولا وحده اشك؟ ليه؟ معقوله؟ ما هي قد ايه؟ 768 وهي 1200 وين هي؟ 1263. طيب اذا غيرنا باول وحده 1750 إذا جينا نقصنا هاي عملناها 100 قد ايه بتصير؟ أو بتصير 1150 1150 ظبطت أشك، بس الثاني إذا حطينا هيدي 50 أو 100 و11 شو بتصير؟ صارت 1053، بس ال 1053 أكبر من 1500 شيء؟ لا. طيب ليش كتب لي هون برافو مش اشيك؟ طيب هون بتاكد من الفورمول، شو قايل له الفورمول انا؟
الاي 5 اكبر وبتساوي سي 21. طيب عاد ال 1150 منيش اكبر من ال 1500؟ حط لي اشي. طيب تاني وحده ليش حطها برافو؟ بكبس عليها وبتطلع بالسلول. شو الكونديسيون؟ اي 6 هي التوتال مزبوط؟ 1053. هل هي اكبر من 72؟ حط لي. هل انا لازم اعمل على 72؟ اللي تحت عاملها 73 وهي اللي هون 74 واخر وحده سي قد ايه؟ سي 32، يعني عم ينزل لهون لتحت. عرفنا المشكله هلا ولا لا؟ شو لازم اعمل بهالحاله؟ برجع اول سلول. وشو لازم اعمل بال 71؟ توش اف 4 ولا؟ اذا حطيت دولار على السي ودولار على ال 21 بيتغير شيء ولا لا؟ ما السي مش عم يغيره هو، حطيت دولار وما حطيت دولار هي ذاتها. مظبوط؟ ولا حط هلا دولار قدام ال 21 لحتى امنعه يغير ال 21، على طول يرجع على هاي السلول اللي هون. وبعمل ريكوبي هلا. اوكي، في منهم صاروا اشك، في منهم صاروا برافو. ليه؟ لانه الكونديشن اللي حطيتها انا اذا كان التوتال اكبر من السي بيحط لي برافو، اذا كان اصغر بيحط لي اشك. ماشي؟ ولا هي لو. واذا بدي اغير هلا السي، لاحظوا بس اجي اغير هالسي قول له هلا بدك تحط لي 1650. بس غير السي اوتوماتيك ما بيتغيروا هون. اذا جيت حطيت فالير اكبر مثلا هلا قول له هلا لنشوف انه اكبر من ميل. وانت دغري صاروا كلهم، فيش غير اخر وحده صارت شو؟ اشيك. دونك هي شغله كثير مهمه الواحد يقدر يحط فالير بسلول ويستخدم السلول لانه عارف انه ممكن تتغير هيدي. اذا ممكن تتغير بحطها بسلولة واحدة، اذا مش ممكن ساعتها بعملها كونستنت. طيب عملنا الايف هلا، عم بيقول لي جيب لي رميز هلا، في عندي رميز بدنا نعمل له رميز. الرميز شو هي؟ عم بيقول لي اعمل رميز 2% سي لو توتال سوبيريور ا 1000 اي 0 سينو. لو كمان هون بدي استخدم اي فونكسيون، في كونديسيون استخدم الايف. ايف شو؟ عم بيقول لي اذا التوتال اكبر من 1000 هون. وين هي؟ رميز 2% سي توتال اكبر من 1000. توتال هي التوتال موجود هون على هي السطر اللي انا متواجد عليه. كليك سوبيريور 1000. واذا كان هاي الكونديسيون فري بقول له حط لي 2%. واذا كان فولس قد ايه بدي احط له؟ 0. في غير هي؟ وبقول له ساعتها ابليكي، اعطاني 2% لانه هاي اكبر من 1000. وبعمل البلس وبنزلها على الاخر. في منهم اخذوا كلهم 2% لانه كلهم اكبر من 1000 الا اخر وحده اخذت 0. ماشي الحال؟ هون فيهاش ريفيرونس ابسوليو لانه انا بعمل كومباريزون مع كونستانت. طيب قديش المونتون للرميز؟ يعني بدي اشوف هال 2% قديش بتصير؟ بكتب فورمول ايجال هاي 2% بدي اضربها بشو لحتى تعطيني الفالور اكزاكت؟ 2% من التوتال ولا اعطتني 23. 2% من هالقد بيطلع 23. بعمل البلس وبنزلها لوين؟ على البقيه اللي تحت. اوكي؟ هاي 0 بعد 0. اذا جينا غيرنا هلا هون فالور اول وحده عملناها هلا 100 او 150 وعملنا قدر، شو بتصير هيدي؟ صارت تحت الميل. لاحظوا قديش صارت الرميز تبعه؟ 0. قيمه الرميز صارت هالقد. ماشي الحال؟ دونك هلا تعلمنا كمان فونكسيون اف كثير مهمه، نقدر نحطها نكتبها بهالشكل. في كونديسيون لازم نحددها من خلال كومباريزون بين اثنين سلول اتليتي. وفي عنا شو لازم نعمل اذا كانت فري وشو لازم نعمل اذا كانت فوس. هسه زياده عن الايف، في عنا اوبيراتور اسمه اند وفي اوبيراتور اسمه اور.
الآن يعني في عندي اثنين كونديسيون بنفس الوقت، بدي مثلا البي 5 يكون أصغر من 700 وبنفس الوقت سي 5 أصغر من 600، بينما الأور هي أو، يعني يا تكون البي 5 أصغر من 700 أو سي 5 inferior à 600، بكون اثنين كونديسيون أو ثلاثة أو أربعة مع بعضهم. أوكي؟ دونك هاو فيكم تجربوهم لوحدكم بهالشكل هذا. دونك نحن هلا فينا نقول إنه تي بي 1 تعلمنا فيه كيف نعمل بورسنتاج، بعدين كيف نكتب جوة السلول، نحط كادر، نحط سيني مونيتير، كيف نغير بالجريد، كيف نعمل انسيرسيون لفورمول من خلال انسيرسيون، ولا كيف نشوف كل الفورمول جوات السلول او التابلو كله سوا. بالتي بي 1 عرفنا كيف نعمل شينك تو فيت او ميرج سيلز او وراب تاكس، وشفنا هلا الفونكسيون اف كيف نقدر نستخدمها. ولا دونك هلا راح نوقف اليوم هون ونخلي الجرافيك كيف نقدر نحول مجموعه فالور نحولهم لجرافيك. ليه؟ لانه الجرافيك سي بلوز افيكاس كي لي فالور نيميريك. دونك اون في بارلي لي دوني. ولا دونك بكفي اليوم هالقد، ولكن بدي اعود ارجع اذكركم بشغله مهمه، انه اذا بدكم فعلا تستفيدوا من الشيء اللي عم نشرحه لازم تطبقوهم، لانه بدون تطبيق هاي الماده ما فيهاش حفظ. على بكره الامتحان بده يكون بعطيكم تابلو، يعني انا اعطيكم نموذج هلا هون عن الامتحان، وين صار اخر شيء اكزامان، هاي اكزامان كان في عندنا هاي الاكزامان، وبدي انا حاولوا يصير بهالشكل هذا. دونك في عندنا كولون اساسيات بدنا نحطهم، وفي في عندنا كولون بدنا نعبيهم بفالير، يعني لازم انتم تكتبوا شو؟ تكتبوا الفورمولات. اذا واحد مش مدرب عليهم بالبيت مش راح يقدر يحصل على النتيجه. دونك هون بدنا ننتبه، هي البارسيال مثلا 2013 اعطيكم هي التابلو، وكل هودي الكولون الفين بدنا نعبيهم بشو؟ بفورمولات. إذا مش نحن عارفين الفورمول كيف نكتبها معناتها بالامتحان مش رح تقدروا تخلصوا، ولكن الامتحان بيجي أسهل من الورد بكثير. دكتور؟ نعم. بس مش عامل شير سكرين. إيه خلص ما هاودي هسه. أوكي. كنت عم بشرح على شغلي وما شفتوهاش، والله لفرجيكم الإكزاما. ولا هذا السوجي ديكزام كنت عم بحكي عنه. اوكي دونك في عندي كولون معبيين بفالور، وفي كولون بدي اعبيهم مثلا توتال كيف بتجي هون ريفيرنس ابسولو، في شغله لازم احطها هون توتال، بدي احول التوتال لبورسنتاج، هاي اللي عملناها هلا من شوي. كيف بدي اجيب المويان، كيف بدي اجيب الماكسيموم، كيف بدي اجيب المينيموم حسب الكوفيسيون، كل ماده الى كوفيسيون. اوكي دونك هذا اذا ما دربتوا عليها معناتها مش رح تقدروا تحلوه بالامتحان، مزبوط ولا لا؟ مزبوط. ولا دونك شغله مهمه انكم بدكم تتدربوا عليها، لانه يعني كل حصه هلا في اشياء كثيره بدنا نزيدها. هلا اخذنا صرنا ماخذين الاشياء فعليا دو باز، كيف نعمل انسيرسيون لفونكسيون، وكيف نقدر نعمل ريكوبي للفونكسيون، ونكتب تكست ونكتب فالور نحط عليها سيني مونيتير، نعمل شينك تو فيت، نعمل وراب تكست، او دي ميرج سيلز، نحط كاد، نحط كولور، او الباز. هسه بعدين شو في اكتب فونكسيون، هي بترجع ل شو هو البروبلم اللي عم تستخدمه انتم. يلا رح نوقف التسجيل وبشوفكم انا ان شاء الله الحصه الجايه. يعطيكم العافيه. Thank you.